اهلا مشاهدينا الكرام في كل مكان، جوله جديده من مكان جديد من داخل سوق الاناتيك. زي ما انتم شايفين خلفيه الورانا دي المشغولات اليدويه والحياه اللي بتتعامل باليد. المكان ده ناس كتار بيجوا مارين بيه، والناس اللي ماشيين من درمان والناس اللي جايين من درمان. غرب الصينيه اللي بتوديك كده على الكوبري الطاير اللي ماشي من جنب الاستاد استاد الخرطوم، كمان جنوب جامعة السودان. المحل معروف لكل الناس. السوق ده فيه حاجات بتستهوي ناس كتار جدا على مستوى العالم والتجار اللي موجودين فيه. هنقيف معاهم ونشوف كمان برضو الحاجات دي بتتصنع هنا في السودان بس او داخل الخرطوم او بتجي من برا او شكلها ده، حتى صناعتها شايف برضو بعض الصناعية الموجودين هم بيشتغلوا الاشياء دي بيدهم. هنتجول في السوق ونشوف ونقيف مع السوق اللي الحاجات الموروثات السودانية، الحاجات الجميلة، العصاية مع العمة والشال والتوب، التوب اللي كان بيتلبس للرجل يعني معروف لكثير من الناس اللي ما زالوا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا. العصاية دي زي ما شايفينها شكلها ده مرت بمراحل كثيرة جدا، حتى الأدوات اللي تستخدم في صناعتها. يعني احنا سعيدين نكون مع أقدم ناس في سوق الأناتيك. الشباب موجودين ما شاء الله، هم شغالين من الصباح. واحد من الناس الموجودين نتعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. حالك يا اخ شرف؟ تمام الحمد لله. الله يديك العافيه. يديك العافيه. الله يسلمك. حسين صديق العبيد. حسين السوق ما شاء الله عامر يا اخ. عامر موجودكم. الله يديك العافيه. الله يسلمك. الناس اللي بيجوا مارين كده بشوفوا الحاجات دي، لكن يعني بياخذوا لهم 5 دقائق كده بيشتروا ولا ما بيشتروا؟ والله بعض الناس بتتنور، بعض الناس بيجوا بيشتروا، لكن بنعتمد اصلا على السواح الاجانب، الناس اللي بيجوا من برا. طيب كلمنا شويه عن السوق. سوق الاناتيك ده يعني زمن طويل كان عباره عن ترابيزتين ثلاثه، لكن اتطور بعد ذاك ما شاء الله بقى محل بيستهوي ناس كتار. لا اصلا هو كان سوق اصلا كبير، ما صغير يعني. والله ما بتكون من ترابيزتين او ثلاثه. كنا بنشوف الحاجات دي زمان لما كانت بالجانب الثاني بدايه شارع الغاب قبل ما الناس تيجي. الزمن ذاك ما كان متطور، ما في تطوير. انا قصدي ذاك الزمن ذاك. ايوه بعد ذاك ما شاء الله سبق فيه عدد من الحاجات يعني ما عصايات بس يعني. هاي بالنسبه للاناتيك والمجسمات يعني حاجات تراثيه بتعبر عن افريقيا عموميا يعني القاره كلها. طيب قلت قديم شديد السوق ده. قلت قديم وبعدين بيستهوي ناس على مستوى العالم يعني ما السودانيين بس هم اللي بيحبوا الحاجات دي يعني. هاي فعلا. طيب خلينا نقف العصايات دي تصنع من شنو؟ النوع المستخدم مثلا في نوع معين من الخشب ولا لا؟ في 3 انواع من الخشب. أيوة. هو الابانوس والتيك والزان والمهوغني. طب الواحد يفرز بيناتهم كيف يعني؟ أنا طبعا الابانوس له لونين، ابيض واسود، والتيك احمر اللون، والمهوغني. والحاجات دي غاليه ولا اسعارها كيف يا حسين؟ والله يعني لا غالي شديد، لا طبعا ما عندها علاقه بالعمله الصعبه. ايوه هاي. طيب الاسعار كيف يعني؟ مثلا العصايه دي الصغيره دي بتفرق من العصايه الكبيره دي؟ في فرق طبعا. كم السعر؟ كم تقريبا السعر؟ الكبيره طبعا في الورشه ب 300، الصغيره ب 200. طيب المصنعيه ما شاء الله الشاب ده شغال كده؟ ده شغال صنفره صيانه يا داب. دي مرحله من مراحل انت. هاي تمام. طيب نشوف باقي الحاجات يعني. انت قلت دي العصايات ودي اسعارها ودي شكلها والادوات المستخدمه فيها والنوع كمان برضو موجود. ثاني في شنو من الحاجات يا حسين؟ يعني ممكن نمشي كده على المحل نشوف. نعم. ثاني في شنو من الحاجات؟ في مجسمات حيوانات بانواعها. ايوه بيقولوا انا غابه الابانوس يا سلام. وغابه الحيوانات يا سلام. بعدين المراكب ذاتها يا موجوده يا شكلها جميل. دي سفينه. كل الحاجات الموجوده اللي هي موروثات السودانيه، الحاجات الجميله الموجوده عندنا في السودان هي، ودي مجسمات ليها وشكل البيئه ذات الموجوده. نعم. من الشمال للشرق للغرب للجنوب فعلا موجوده. تمام. دي كلها خشب؟ كلها خشب؟ كلها خشب. خشب خشب. ده قرن بتاع بقر. من شنو؟ من شنو يا زلمه؟ من قرن بقر عادي يعني. يعني ما قرن، ما القرن ذاته؟ لا لا. ده اقبيض. نعم اللي هي دي. أيوة. عباره عن هدايا برضه ممكن تقدم.
تمام. طيب الناس القدام في السوق منو؟ يعني انا لما جيت سالته قالوا قرقين اسمه هاي قرقين. لا اقدم زول هنا في والله فيه طبعا في صناعه قدام، لكن يعني كبر في السن طلعوا عن المهنه دي. يا سلام. طيب كمان نشوف المحل الخلفيه دي، ده محل الانتاج، ده المعرض وبعض الصناعيه. صناعيه ايوه. الحياة دي كلها بتصنع هنا؟ في بعض الشغل بيجي من في ورش في السوق الشعبي منطقه الصناعيه. أيوة. وفي بعض الشغل بيجي من النيل الابيض كوستي. ايوه. الشغل بيجي جاهز يعني؟ جاهز. تمام كده نشوف الصناعيه الناس اللي ورا دي يا حسين. تفضل. ابو حميد نحن يعني حندخل كده المحل اللي فيه الانتاج، هاي فيه الانتاج بتاع الحاجات دي. معلم كيف الاحوال يا؟ ان شاء الله تمام. الله يديك العافيه. الراجل ده شغال ما شاء الله. دي طبعا كوكب حربه. شغالينها برضه خشب. ايوه خشب. بتاخذ زمن طبعا الحاجات يعني، بتاخذ وقت كده عشان الواحد فتره زمنيه يعني. من الزمن كل الشباب اللي شغالين هنا وهو بيشتغلوا بالازميل، دي الادوات بتاعت ادوات الشغل طبعا. الادوات كلها يدويه، ما ما ما, ما في مكانات. يعني تمام. كيف يا معلم؟ ان شاء الله تمام يا اخي. كيف صحتك؟ لا ما بيعرف عربي والله يا زول. ياخذ مع عربي هسه. طيب حنمشي كده شويه كمان نشوف الشباب اللي شغالين دي، نشوف كمان برضو السوق ما شاء الله يعني عامر يعني. كمان يعني امتداد السوق، الاقبال اكثر الصباح ولا المساء؟ الناس اللي بيجوا الصباح ولا بيجوا المساء؟ والله حسب الجو المناخ طبعا يعني، لان طبعا بيجوا على الجو اذا بقى بارد بيجوا، في سخان السوق بنوم شويه يعني. ايوه. اشكرك يا حسين. شكرا جزيلا. ونحن كمان برضو من خلال سوق الاناتيك اللي شايفينه فيه حاجات كثيره جدا، هي المعروضات الجميله السودانيه اللي عندها بصمتها يعني، حتى عرضها للاجانب والناس اللي بيجوا من برا، السياح اللي بيغتنوا بعض الحاجات اللي بيشيلوها زي ما ذكر قبل شويه اخونا حسين، واحد من التجار اللي موجودين، انه الحاجات دي بيشيلوها من هنا باعتبارها موروث افريقي وسوداني، حتى جوله قادمه تحمل اليكم مع بقصه.